الله يا استاذ كامل. استاذ كامل، طبعا برحب فيكم جميعا. مساش في وقت رحب فيكم بالاول. عن جد شيء يفرح القلب ان تجد هذه الكوكبه من ابناء الجاليه ما زالت تحن الى الثقافه والادب. هل رايتم رجلا يتأبط لغته تحت طي لسانه وطي لسانه؟ هل رأيتم أستاذا يمتشق سيف الكلمات ليرفعه بيرقا وضاء في وجه المتطفلين والدخلاء؟ هل رأيتم عالما أديبا أريبا يغربل الألفاظ يلتقط منها السمينة ويطرح الغث؟ وأعترف الآن أنني كلما ألقيت خطابا أو قصيدة أمامه أجدني متهيبا أنتقي المفردات بتأودة كما أفعل الآن، وأتلفظ بالكلام بحرص شديد محاذرا الوقوع في الغلط، والغلط باللغة معه ممنوع. إنه عميد العربية وحارسها الأمين في هذه البقعة النائية من العالم. رحبوا معي بالبروفيسور الدكتور عبد الإله صالح.